اليوم ما كتير لحقنا نقرا تعليقاتكم على الفيسبوك، بس رح مرق كم واحد هيك بشكل كتير سريع. دايما انا ما بحب اذكر الكلام الحلو بالتحديد لانه بستحي، بخجل، انا شخص بيخجل، بس بدي اقول لكم ميرسي كتير. دايما هيك كلامكم حلو وبيرفع المورال مع الغزل اللي بتعطونا اياه مع كل بدايه صباح. ريتا عم تقول انه اكثر شيء بيفرحها هو انه تشوف الضحكه مرسومه على وجه امها. فعلا هذا الشيء كثير حلو، بتفرح كثير بس تشوفني وتشوف جوزيف وتشوف رولا ايضا، ونحن بنحبك كثير كمان يا ريتا. جيهان عم بتقول انه اكثر شيء بفرحها لما تمسح دمعه شخص محتاج، مش ضروري يكون محتاج مصاري، يمكن يكون محتاج كلمه حلوه واهتمام، ولما تنجح بهالشيء بتكون بقمه السعاده لانه فاقد الشيء يعطيه بسخاء. كمان هون ابتسام عم بتقول انا بكون سعيده بالعباده وقراءه القران والعلم بالكون وبخلق الله، بخلق الله هو التأمل. أكيد هذا الشيء كلنا بيفرحنا، دائما لازم نفكر فيه أنه هذا الشيء الأساسي واللي بيخلينا فعلا نحس أنه نحن بأمان، بين التسليم أكيد والرضا، بين التسليم لأمر رب العالمين. هبة عم بتقول أنه يكون واحد صحته وصحة أهله أهم شيء بهالدنيا، بس تكون واحد بصحة جيدة بتحقق له كل شيء أو بتحقق له كل شيء بدك اياه، وهذا الشيء فعلا انا دائما بقوله. كل التمنيات بتكون دائما الصحه الصحه والصحه وجمعه العيله، فعلا هذا الشيء من امور كثير اساسيه. هلا عم تقول الطاعه والايمان والتقوى والتقرب من الله سبحانه وتعالى احلى سعاده بالدنيا، فهني نجات من الدنيا والاخره. رح نتابع محطاتنا ونكون هلا مع اخر وقفتين مع بلقيس ورشه ملح. يسعد صباحكم من بلقيس من تلفزيون مستقبل فقرة ورشة ملح. اليوم حبيت تكون وصفتنا لليوم سمك لتزينوا فيها السفرة الرمضانية للعيلة المجتمعة، وإن شاء الله بيكون رمضان كريم عليكم وعلينا، وبتضل صلة الرحم موصولة والأعداد مجتمعة بالويك إند وبغير ويك إند. يعني كل شخص بحب أكلات أمه كل يوم يروح يفطر عند امه حبيب قلبها، بس اكيد ما تعجقوها وتساعدوها وتتعلموا الوصفات الطيبه عشان انتم كمان تطبقوها، مثل ما انا ماما علمتني الاكل الطيب، انتم كمان خليني انا وامكم تتعلموا من خلال الاكل الطيب. اليوم عملنا فيليات السمك بالفرن وقلينا البصله، هذا اللي اشتغلناه من اول الحلقه، كرمال اعطي حق للصياديه وكرمال الصياديه تتغنج بمطبخنا. لنعمل صيادية طيبة نحن بحاجة مثل ما قلنا للبصل المقلي، بحاجة للرز الأمريكاني المنقوع، هي الصيادية بتطلع أطيب بالرز الأمريكاني، بحاجة للقلوبات، بحاجة لمرقة السمك وللسمك وللبهارات الطيبة. صيادية شو بدها بهارات؟ صيادية بدها القرفة، بدها الكراوية، بدها شوية زنجبيل. هلأ رح تبل هول البهارات مع شوية طحين مع السمك الفيليه، رح قطعه بهذا الشكل كرمال زين فيه سفرتي. والقسم يلي بالفرن حطينا فيه بهار أبيض، ملح، زنجبيل وحامض، طبعا توم. هلا رح ناخد من الطحين وننكهه، هحط رشة كراوية، رشة قرفة، رشة كمون، بهار أبيض، زنجبيل ناعم، ملح، شوية عقدة صفرة، رح نخلطهم. رح اخد ملعقتين بطنجرة صغيرة لأعمل فيها صوص صيادية. خدنا ملعقتين من الطحين يلي فيه بقلبه البهارات، حطيناهم بالطنجرة، رح نغمرهم بشوية مرقة سمك ونحركهم على النار بلا زيت بلا زبدة، بتقطع لأنه منعرف أنه الصيادية البصل قليناه كتير بالزيت والسمك رح نقليه بالزيت، فنحن ما قادرين بقى نكتر زيت ودسم.
هو رح اتركهم لاخر الوقت لاعمل الصوص. هلا بهيدا الطحين رح لت السمكات بالطحين المنكه بالبهارات والملح، رح قليهم بزيت نباتي على درجة حرارة عالية. هو السمكات رح عوزن للطاجن ورح عوزن للصيادية. هلا أول ما يحمى الزيت بصيروا جاهزين. شو رح نعمل هلا؟ رح نبلش نحضر طبق الصيادية، كيف؟ رح نسخن شوي مرقة السمك ورح نحط معها البصل المقلي. دايما لنعمل رز بدنا نختار طنجرة تكون كبيرة لتقدر ياخد راحتها حبات الرز. رح ما حنحط زيت مثل ما قلتلكن لانه الزيت يلي موجود بالبصل انا بدي اياه. رح اخد نص كمية البصل مع الزيت والنص التاني بخليه للوجه. رح احط الرزات تقريبا كوب كبير، هيدا بيطلع كيلو. رح احطهم مع بصلات رح احط كوبين من مرقة السمك المنكهة. هلا بقلكم كيف عملناها. هيدا كوب، هون البهارات انا بحاجة الهم. اوكي، كيف عملناها لمرقة السمك؟ ناخد سمكة مقلية ومنشيل الحسك والجلد عنا، نحطه بطنجرة، نحط فيه البهارات اللي خاصة بالسمك اللي هن كراوية وقرفة وزنجبيل، نغمرهم بالمي ونتركهم يغلوا مع قشور السمك وعظام السمك. هيدي المي تطلع من مثل ما قلت لكم من عظام من حسك السمك، من راسة، من الجلدة، هذا كله نتركه ينغلى كتير منيح لتعقد. نحط لها شوية عقدة صفرة أو زعفران ومنصفيهم ونستعملهم لهيك وصفة طيبة. هون سمكتنا عم يتقلوا، ما رح ندقر الفيليه غير لنحس الطبقة التحتانية بلشت تعطي لون شقار، هيك منعرف انه صار نقدر نقلبها. إذا بدنا نقلبها قبل حتى غير فيليه، أي سمك بدنا نقلبه قبل ما يعطي من تحت طبقة شعر بيفرط. إذا بدي أحط السمك على زيت بارد كتير بيفرط. عشان هيك والله جبنا سمكة طازة بس ما عرفنا نقليها، يمكن لأنها طازة، أبدا مش يمكن لأنها طازة، يمكن كمية الزيت قليلة كانت فيها، حرارة الزيت مش واصلة الحرارة اللازمة، صرنا نحن نحركها قبل وقتها. اوكي، اللحمه فينا نحركها قبل وقتها، الدجاجه ممكن، بس السمكه كثير مغنجه، واصلا اللي عم يعمل على سفرته سمك بيكون عم بغنج ضيوفه وعائلته. هلا حاتركهم يتحمروا، وهون الصياديه بعد ما قلينا بصل بشكل كثير وعطيناه الزيت الكافي
حركناه كتير لحتى حصلت على هيدا اللون الشقر. قبل ما احصل على هيدا اللون كنت شايلة شوي من البصل يلي ما كتير اتقمر. ليه؟ كرمال بدي استعمله مع الطاجن. شو يعني طاجن؟ الطاجن هي عبارة عن أكلة بتنعمل بالسمك والطحينة والبصل. طبعا في أشخاص بحب يحطوا لها نكهة الفليفلة وفي أشخاص لا. أنا اليوم رح أحط شوي من الفليفلة مع خلطة الطاجن. وهيك بكون أعطيتكم وصفة طيبة مش جديدة بس شوي هيك نكهتها أطيب. هون ما فينا مثل ما قلت لكم نحرك كتير. رح بلش أفرم الفليفلة بطريقة جوانح رفيعة. رح قليهم شوي، رح ضيف فوق منهم البصل، بيعطيهم لون طعمة طيبة للطاجن. نرجع منضيف عليهم قطعتين من السمك اللي بالفرن ومنغليهم مع الطحينة وحامض وثوم. فينا نقول عنا طراطور. بس بنخليه رخو شوي لانه على الحراره الطحينه بتشد. اهم شيء بوصفه الطاجن انه ما نحط زيت مع البصل او مع الفليفله لانه الزيت مع الطحينه بيفرط فما بتعود كامشه مثل صحن الحمص بالطحينه او اي شيء معه طحينه لتكمش تفرط الطحينه على الزيت. اهم شيء تعمله مثل ما انا عملت. بعد ما شلت البصل مسكت ورقة محارم مطبخ وحطيتها فوق البصلات كرمال اتخلص من الزيت. رح نشوف الفرن. واو شكل السمك هيك بالفرن مع ريحة الحامض والزنجبيل رائعة. أنا بنصحكم إفطار اليوم يكون سمك بالفرن، صيادية، سمكة حرة. وأصلا السمك يعني من اللحوم البيضاء يلي في بقلبها بروتينات وفي بقلبها اوميجا 3. يعني هذا وكمان في شغله ما عملت سيرش وعم بقرا عن السمك انه بحارب النسيان. يعني بتعرفوا نحن كلياتنا بننسى كرمال نحن ما ننسى ويكون عندنا فيتامين دي بجسمنا وما نروح كل شهر نشتري علبه اوميجا 3 لحتى نحصل على الاوميجا 3 من خلال ادويه. فينا نحن بالاسبوع مره ناكل سمك ونطعمي اولادنا سمك من هن وصغار بالاسبوع مره، هيك على كبر ما بيكون عندهم نقص بالفيتامين دي، بكون الاوميجا 3 بجسمهم كثير منيح. هلا صار فيي اقلب السمكات لانه اعطتني شويه شقر وبطلت تفرط بايدي. اوكي بدي احصل على لون مثل ما قلت لكم الاشقر. وهون عندي الصياديه بلشت شوي تغلي، انا ما حطيت ملح مع المرقه فبقدر زيت هلا ملح. ودائما بالطبق الرئيسي لانه اكثر شيء بيتاكل منه بالبيت على الفطور يخفف الواحد شوية ملح كرمال تاني يوم ما يعطش. هلا هو ان شاء الله بينعاد عليكم صرنا بالايام العشرة الاخيرة بشهر رمضان، بس كمان من كتر يعني نقلل الملح بالافطار اثبت من انه يكون الاكل مالح. ولتتناولوا شي طيب على السحور يخليكم ما تعطشوا فيكم تفرموا بصحن شمام وخيار، هيدا الشي بيعطينا عدم عطش كل النهار. جربوها. هلا ما تقولوا انه ست بلقيس قالت لنا اياها بعد ما خلص شهر رمضان، بس صدقوني هاي الوصفه كثير منيحه. نقطع بصحن شمام وخيار اكيد بلا ملح او سكر او بلا ولا شيء، وناكل تقريبا خياره وحز شمام على السحور، هيك بنضل كل النهار
ما بنشعر بالعطش. هون سمكتنا عم يتقلوا. الصيادية يلي عنا بلشت بدها تغلي. هلا طبعا انا رح انقل شوي الطناجر لانه انا بحاجة لهيدي العين اقوى. هون السمكات بيقدروا ياخذوا راحتهم. هون الرزاتنا عم يغلوا على مهلهم. رح اتفقد الفرن. هيدي درجة السمك اللي بدي اياها. رح اتركهم بالفرن كرمال. ما عندك؟ اوكي. سمكتنا يلا هالسريع، بعد في مجال، بعد النهار بأوله، فينا دغري نحضر سمكات بالفرن نحطها على وجه الصيادية. الأشخاص اللي ما بتحب تاكل رز فيها هيدا السمك نحطه بطبق من سبانخ مثلا مع شوية خردل وحامض ونحط قطع السمك كمان كتير منيح. الأفضل لكل الأشخاص اللي عم تعمل دايت، اللي عم تشتغل رياضة بجسمها، تتناول السمك يوم بالأسبوع، يومين كمان يعني بكون أفضل، بس هالقليلة يوم بالأسبوع. هلا مثل ما قلت لكم رح نجيب الطنجرة اللي بدي أعمل فيها الطاجن. رح حط قطع من الفليفلة حمراء، رح قلبهم على النار لحد ما يدبلوا. رح ضيف فوق منهم البصل المقلى الرايح عنه الزيت نهائيا. اول ما بيتقلوا الفليفلة رح ضيف البصل. نرجع نجي لعند كوب كبير من الطحينة، بضيف له حامض، بضيف له مي، ضيف له بابريكا، ملح، بهار الثوم، كمون. نخلطهم مع بعضهم لحد ما نحس السائل التراتور رخو. ما رح احكي كتير، بريك برجع لكم لخبركم عن شو عم بحكي.